دونك كيما قلنا دابا هنا لا بروميير ريغل باش نبغوا نحولوا ديغرام دو كلاس تاعنا للباز دوني او لو شيما تاع الباز دوني اللي غادي نكوديو من بعد او الا كنا غنخدموا مثلا في لو بروجي لارافيل تاعنا نصاوبوا لي ميغراسيون ديال لي طابل اللي يكون عندنا لو شيما تاع الباز دوني واجد. فهو اننا لا كلاس كنحولوها طابل والايدنتيفيون ديالها تيكون كلي بريمير لي زاتريبي العاديين تيكونوا دي شون. ولكن إذا كان عندك أتريبو ماشي عادي يعني ماشي تيب عادي ما تيب كوليكسيون فانت من الأفضل أنك هذيك لا طابل أو لا الكلاس تتكون حولتيها لجوج ديال الكلاس من الأول كتشدها تتأفيني يعني تتحسن لو ديغرام ديالك دو كلاس. داكشي راه ما كاينش غير ديغرام واحد صحيح هذاك الأول راه كوليكسيون صحيح ولكن هذا اللي غادي يفصل لينا جوج لي كلاس وبيناتهم غولاسيون وفيها كارديناليتي بليزيوغ ثاني صحيح واحسن من حيث اننا غادي نجيو يولو عندنا جوج لي طابل في لا باز دو دوني تاعنا وغنشوفو من بعد هذاك الكارديناليتي والغولاسيون اش غتحول. طبقا الطريقه الثانيه اولا لي طاب الثانيه اللي وصلنا ليها دابا وكي قلنا الا ما كانش عندنا ايدونتيفيون في لا كلاس راه حنا خصنا ضروري نجي نزيدو واحد ليدونتيفيون ولا واحد كلي بريمير في لا طاب تاعنا تقدر تكون اوتو انكريمنت اوتوماتيك كتخدم السيستم مي لا كلي بريمير ضروري تزاد. فوالا دونك دابا ملي كندوزو للمرحله الثانيه هادشي بعد المرحله الاولى غديرو على كلشي غدوزها على كاع لي كلاس تاعك غتخدم عليهم. مثلا جينا هنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 يعني 7 لي كلاس فانا غادي نصوب في لو شيما غولاسيونيل تاع لا باز غادي نفكر انه غادي يكون عندي 7 ديال لي طابل واخا الصراحه باقي كاين تساؤل هنا بالنسبه لليغيتاج غنشوف مي المهم على حسب دابا الطريقه الاولى غادي تقول غتكون عندي 7 ديال لي طابل كل طابل غنحط فيها هاد لي زاتريبي عباره على دي كولون تاع لي شون حنا لقيناهم الاي دي هذا هو اللي غيكون الايدنتيفيون دونك هو الكلي بريمير في لا طابل صافي. هادو كلهم عباره على دات ولا ايت ولا يعني ما كاينش عندي فيهم شي كوليكسيون دونك كلشي هادشي غادي مزيان بطريقه خدام مزيان. كي قلنا لا بارتي ديال لي ميثود لا تمثل في سميتو في لا باز دو دوني ما كاينش ترجمه ديالها في باز دوني كتبقى جزء غيكمل في البروجي من بعد في الديفلوبمون تاعو صافي. تنحطو هادشي كامل عاد كندوزو للخطوه الثانيه اللي هي الخطوه تاع الترجمه تاع لي غولاسيون في كيفاش غادي تحولوا لينا في الشيما ديال لا باز دوني ديالنا. اول حاجه كاين عندنا لا غولاسيون اللي كيكونوا فيها لي كارديناليتي اللي هما هادوك لي غولاسيون العاديين اللي هي اسوسياسيون لا اغريغاسيون ولا الكومبوزيسيون كلهم حنا نشوفوا قواعد ديالهم. وكاين عندنا لا غولاسيون ديريتاج لو غولاسيون ديريتاج كيفاش كتخدم ف لا باز دو دوني هي عندها حتى هي جوج طرق مختلفين ما كتبتهاش لكم انا في هاد لو كور لانني كندير ريزومي ما كنديرش تفصيل ولكن نقدر نقولها لكم اون جينيرال. من الطرق اللي ممكن نديرو هي انه مثلا كاين عندنا دابا هاد يوزر والكليون لادمينستراتور نقدروا نديروا نحيدوا هاد لا طابل يوزر او لا كلاس هذه ما تبقاش ترجم ما يكونش عندها ما يكونش عندنا سميتو ما يكونش عندنا طابل يوزر ونشدوا هاد المعلومات هادو نحطوهم في لا طابل اللي غادي تكون تصاوبات انطلاقا من هاد كاستمر ونعاودوا حتى في لا طابل ادمنستراتور نزيدوا الاي دي يوزر باسورد ستاتيو والدات وهكذا غنكونوا حلينا المشكل. يعني بحال الاصل ما كانش عندنا هنا لي غيتاج وما كانش لا كلاس كاع يوزر هذه طريقه صحيحه وغادي نخدمو يعني غيكون عندنا غير لا طابل كليون لا طابل ادمنستراتور وفيهم هاد المعلومات نعاودها هنا وهنا لان لا غولاسيون ديريتاج ما تتكونش هكا ديريكت في شيما غولاسيونيل تاع لا باز دوني. كاين بيان سور طريقه اخرى هي اننا تنديرو ثلاثه لي طابل كنخلوهم عاديين بحال هكا ولكن غيولي عندنا واحد بحال دابا في هاد اليوزر هذا غادي نزيدو واحد المعلومه تاع هاد اليوزر نزيدو اتريبي ولا كيتسمى في الباز دوني واحد لا كولون ولا لو شون اللي بحال غنسميوه غول وغنقولو هاد يوزر واش هو كاستمر ولا ادمنستراتور و هذاك لو غول اللي غنكتبو نقدروا نزيدو ميم الاي دي اللي هو عباره على كلي اترونجير ديال هذاك الشخص. يعني ملي تيقول لي كاستمر كيعطيني الاي دي ديالو الا كان مثلا هذا عنده واحد الاي دي ما كيبان لي انه ما عندوش اي دي دونك غادي نزيدوه ليه في لاباز دوني يكون اوتوماتيك او اي دي كاستمر مثلا وهنا هذا كذلك عنده اي دي ادمين فاحنا هنايا نزيدو مثلا رول ونزيدو اي دي نسميوه ولا هو هاد اي دي يوزر وملي تيعطيه لينا
هاد الايد دي يوزر غادي يكون، لا نديرو ايد ديك بواحد اخر ولا كود اخر، وغيكون فورين كي كلي اترونجير. والسيد مثلا واحد السيد كونيكتا وقال لنا انا راني كليون وعنده واحد الاي دي معين، حنا كنمشيو نتاكدو في لا طابل اللي كتب فيها لو رول تاعو مثلا الكليون، نمشيو لا طابل الكليون نشوفو فعلا واش عندنا شي شخص بهذاك الاي دي، ولا نقدروا نستخدموا حتى النيم هنا نفسه، هو يكون ولكن يكون عباره على فرين كي الا كان هنا بريماري كي، ونمشيو نفيريفيه واش فعلا كاين عندنا واحد الادمين بهذاك الاي دي ولا بهذاك النيم، الا لقيناه هذيك الساعه تنكونيكتيو. المهم هادو جوج حلول في حاله ديال الريتاج. كاين نقدر يجيكم الحل الاسهل هو تحيد كاع هاد لا كلاس هادي اللي كانت غتكون هي كلاس ما، وما تديرش لها الترجمه ديالها في الكلاس كي قلنا في هذا في لي طابل، كتولي معاود الداتا هنا وهنا وصافي. هذا حل، وكي قلنا الحل الاخر تاو صحيح. دابا بور لي زاسوسياسيون الاخرين اللي فيهم لي كارديناليتي، هما لي زاسوسياسيون الاخرين كاملين بنفس الطريقه. علاش؟ يعني سواء كانت اسوسياسيون ولا كانت اغريغاسيون ولا كانت كومبوزيسيون، غادي تطبق عليهم نفس هذه الخطوه الثانيه اللي وصلنا لها. علاش؟ لان اللي غيحكم فينا ماشي النوع لا غولاسيون شنو هي، مي لي كارديناليتي اللي كاينين فيها هما اللي غيحكموا التحويل. فاذا كانت عندك الكارديناليتي في احد الاطراف فيها واحد والاخرى فيها بلوزيغ، فانت هنايا كتكون عندك بحال هذا المثال. تخيلوا معنا دابا هنا انا ما خديت لكم مثال ما مرسوماش فيه لا طاب لا كلاس بيرسون مزيانه، المهم خدينا غير ان عندنا اون كلاس بيرسون وعندنا فواتور، وتنقولوا بان لا بيرسون تقدر تكون عندها فواتور، و بيان سور ملي حتى صفر بلوزيغ سيتادير كنقولوا بيرسون راه تيقدر يكون عنده صفر فواتور ا بلوزيغ، واحد الفواتور كتقدر تكون تاع شخص واحد ان سول بروبريتير ولا اون سول بيرسون هي اللي كتكون مولات هذيك لا فواتور. اذا هنايا مثلا في الا جينا نخدمو بي او او كنقولوا مثلا انا بي ان اللي هي اللي هو واحد الاوبجي لا كلاس بيرسون، كيقدر يكون عنده دو فواتور في ان اي في دو على حسب الكارديناليتي اللي كاينه هنا، ولكن في ان راه تلقاو مولها غير بي ان، في دو كنلقاو عندها غير شخص واحد هو مولاها. هادو هما لي كارديناليتي في هاد المثال اللي كيكون فيها احد الاطراف. حنا دابا كندوي على الماكسيموم كارديناليتي ماكسيموم، كتكون فيها واحد فواحد الاطراف كتكون اطوال. دونك هاد النوع ديال لي غولاسيون كيتم التحويل ديالهم بهذا الشكل في الشيما غولاسيونيل. يعني في لا طابل بيرسون حنايا كنكتبوا المعلومات الخاصه ديالو بما فيهم الكلي بريمير، في هذه الحاله كنسميوه مثلا اي دي بيرسون ولا كلي بريمير. فاحنا ملي كنجيو لا طابل فواتور اللي غنكونوا صوبنا تي خاص، حيت لا فواتور قلنا بان عندها مولاها واحد، اذا حنا تي خصنا نزيدوا ليها معلومه ديال الاي دي ديال مولاها، سيتادير غنزيدو هنايا الاي دي ديال لا بيرسون اللي غتكون هي مولات هذيك لا فواتور، وهذاك الاي دي اللي غنزيدوه غيكون ديجا مسجل في لا طابل بيرسون، يعني غيكون عباره على فورين كي. صافي، دونك الا فهمنا حنا هذا الشيء فما نحتاجوش اننا نكونوا كنحفظوا هاد لي ريغل بقدر ما نكونوا كنفهموهم. الا فهمناهم نقدروا حنا اوتوماتيكمون نستنتجوا اشنو خصنا ندير. يعني ملي تنقولوا بحال هكا فواتور راه عندها بروبريتير واحد، اذا راه لا فواتور تي خصنا نزيدو فيها المعلومه تاع مولاها اللي هو الاي دي ديال مولاها اللي كان بريماري كي في لا طابل الاصليه، وغيكون عباره على اون كلي اترونجير في لا طابل فواتور. تري بيان، دونك هاد ليكزومبل دو ترانسفورماسيون بريزونتي بريسيدامون permettait de montrer intuitivement comment les valeurs de clés primaires peuvent être utilisées pour exprimer les liens entre les tuples de relations, ce qui signifie les, ce qui justifie les concepts de dépendance référentielle et de clés étrangères pour exprimer au niveau relationnel le concept d'association et de lien défini au niveau du diagramme de classe. Donc, s'il vous plaît, je vais vous faire un petit peu de temps. Je vais vous faire un petit peu la clé étrangère. هي مفهوم يوجد فاش كنكونوا وصلنا للمرحله ديال لا باز دو دوني، وهو مفهوم كيت اكسبريما به الغولاسيون اللي كانت في الدياغرام دو كلاس. اذا فاش كنكونوا في دياغرام دو كلاس ما يمكنش نلقاو في شي دياغرام دو كلاس صحيح شي كلي اترونجير، ما كايناش كلي اترونجير في دياغرام دو كلاس ما تتكتبش، وهذا خطا فادح جدا. انا ديجا شرحتو لي زوتر، دونك ما كيكونش عندنا الكلي اترونجير في الكلاس في دياغرام دو كلاس بصفه نهائيه، ما تيكونش كلي اترونجير، تيكونوا عندنا لي زاتريبي وبالعلاقات كيترسموا علاقات.
حين يتم ترجمة هاد لو ديغرام دو كلاس الشيما ديال لا باز دو دوني، تما كيتحيدوا حيت ما كيكونش راسم كنولوا غنخدموا على لي طابل ديريكت، بيناتهم ترابطات تمثلوا بالكلي اترونجير او باشياء اخرى. دونك هاد الغولاسيون هادي هي التي يتم ترجمتها بكلي اترونجير، وهادشي اللي شرحناه هنا في لا رمارك. فوالا فوالا. دونك دابا مزيان كتسمعوني؟ دابا مزيان؟ اوكي، كان عليكم من الاول تقولوها، ماشي مشكل. دونك انا شرحت واحد الامور اللي هي جد وي دونك هادشي الاول تاع كيفاش لقينا الكلي اترونجير. صافي، اذا فهمتوا وقع بروبليم غير فاش قلنا بان في الدياغرام دو كلاس ما خصش يكونوا فيه كلي اترونجير. صافي، خديتو دابا هاد المعلومه. دياغرام دو كلاس ما تيكونش فيه الكلي اترونجير، لان الكلي اترونجير مفهوم تيكون في لاباز دوني، ما تيكونش في دياغرام دو كلاس. تري بيان، فوالا. دونك سيل فوبلي لو وقع شي مشكل ديال الصوت قولوها ليا في وقته. صافي، دونك هذا هو لا ريغل الثانيه ديالنا اللي حنا الريغل الاولى كترجم لك اكثر الاشياء الموجوده في في ديغرام دو كلاس تاعك اللي هما لي كلاس، كتحولهم لك لي طابل، ومن بعد كتبقى تدوز للريغل ديال الترجمه ديال لي زاسوسياسيون، كتشوف لي كاردينالتي هما اللي كيحكموا فيك. هنا بالنسبه للناس اللي كيكونوا ديجا عارفين موريز كيحسوا بواحد النوع ديال التشابه، مع يركزوا بان لي كاردينالتي اصلا في ديغرام دو في الام سي دي تيكونوا مقلوبين على الدياغرام دو كلاس، كيكونوا مقلوبين في بلاصتهم فين كيكونوا حاطينها. بو امبورت، زعما هاد الجزء هذا ماشي ضروري واحد كاع يكون كيعرف شنو هي موريز باش يخدم هنا، يا ميل بوحدو موريز بوحدو. دونك الريغل جو سيبوز الثالثه اللي هي في الحاله ديالي الا كانت عندنا لاسوسياسيون فيها الاطوال من جهتين، فيها الاطوال من جهتين كما قلنا، على سواء تكون اسوسياسيون ولا اي نوع اخر ديال لي غولاسيون. حنا اصلا لاحظتوا ان لاغريغاسيون والسميتو والكومبوزيسيون كيكون فيهم واحد الواحد، يعني تدوز غالبا بالفورين كي. اما في الحاله ديال لي زاسوسياسيون العاديه اللي تتكون فيهم الاطوال او الان في يعني بليزيور بليزيور، هادو اش كيدير ليهم؟ تتكري ليهم اون نوفيل طابل في لا باز دو دوني، يعني هذيك لا غولاسيون تعوض بطابل جديده في لا باز دو دوني، ولا كلي ديال هاد لا طابل جديده تقدر تكون ان نوفو شون اللي كنزيدوه حنا راسنا، ومن بعد كنجيبو لي كلي بريمير ديال لي دو طابل، لي دو طابل ديال لاسوسياسيون يكونوا عباره على دي كلي اترونجير، او كنقدروا تكون عندنا لا كلي بريمير ديال هاد لا طابل جديده اللي هي لا طابل اسوسياسيون، كتكون الكلي بريمير تاعها هي الزوج ديال لي كلي بريمير تاع لي طابل الاولين. لي دو صحاح على حساب انت التمرين ديالك شنو فيه. نشوفو مثال، هنا عندنا لا كلاس ايتيديو وعندنا لا كلاس موديول. كنقولوا مثلا ان واحد الايتيديون بصفه عامه كيتسجل في دي فورماسيون، تسجل في فورماسيون ديال ولا تسجل في واحد الموديول، دونك يقدر هو يتسجل في زيرو ا بليزيور موديول، والموديول كيتسجلوا فيه زيرو ا بليزيور ايتيديون. هذا نوع ديال لو ريلاسيون اللي فيه بليزيور بليزيور من جهتين. اذا حنا فاش غنبداو نصوبوا لا باز دو دوني تاعنا، غادي ترجم لينا هاد لا كلاس هادي للطابل، وغادي تكون فيها النيميرو ايتيديون اللي كانت هنا ايدونتيفيون، غتحول لينا الكلي بريمير وغنكتبوا لي زانفورماسيون الاخرين. ابخي لا طابل اولا لا كلاس موديول غادي تحول لينا الطابل الجديده. كما كتلاحظوا ما بقيناش كنهتموا بلي ميثود، لانه واخا يتواجدوا ما كنترجموهمش كي قلنا في الباز دوني ديالنا، دونك كنهتموا غير بلي زاتريبيو. بالنسبه للموديول حتى هو غادي نكتبوه كطابل عاديه، او غادي نكريو طابل ثالثه التي تمثل هاد العلاقه اللي كانت بيناتهم، اللي هي علاقه عباره على بليزيور بليزيور. هاد لا طابل هادي نسميوها كيما بغينا، انسكريبسيون ولا ايتيديون موديول ولا اللي بغينا. او اشنو غادي نديرو؟ ان فيها هي خصها كلي بريمير، يا اما تيكون عندها كلي بريمير جديد حنا كنصاوبوه وضروري تيكونوا فيها لي كلي ديال
هاد الكلي اترونجير هذا نيميرو ايتيديون كيكون فيها، يا يعني اما بنفس الاسم ولا نبدل بحال هاد الحاله سميناه ايتيديون انسكري، يعني بدلنا ليه السميه ولكن هو كلي اترونجير جاينا من لاطاب ايتيديون، او نخلوه بنفس الاسم. وكذلك هاد انسكري او ان ولا انسكري او هادي راه حتى هو لو نون ديال لو موديل اللي هو الكلي بريمير ديال لاطاب الموديل. دونك هنا حتى هي فورين كي جاينا من هاد لاطابل، يقدر تكون عندنا بهذا الشكل. وفي مثل هذه الحاله كنقولوا بيان سور غادي يقدر يكون اوتو انكريمنت وداكشي. اذا مثلا واحد ليتوديو رقم واحد كيقدر يتسجل في الموديول لارافيل، وليتوديو رقم واحد مره اخرى يقدر يعاود يتسجل في لارافيل ثاني مره اخرى، يقدروا تعاودوا سورتو الا ما درناش انه عليهم شي كونترانت اخرى، يعني يقدروا تعاودوا ما كاينش مشكل. علاش؟ لانهم هما عاد ديك لي اترونجير ما كيمثلوش لينا جزء من كلي بريمير. الا كنا قلنا بحال مثلا هاد نقولوا مثلا هاد ليتيديو هذا سجلناه تسجل في شهر واحد في واحد لا فورماسيون اللي تيقرا فيها لارافيل، ودازت شهر وقراو سالا، دونك سجلنا ليه حنا هاد السطر تاع انه تسجل في هاد لا فورماسيون في شهر 6 ولا في شهر 5 قرب الامتحان وغيعاود يتسجل في لا فورماسيون ديال لارافيل، هو نفس الشخص بالنمره ديالو واحد وغيتسجل نيت في لارافيل، يعني غيتعاود لينا بحال سطر اخر على قبل نفس الشخص في نفس الماده سجلناه مره اخرى. غادي تقبل في هذه الحاله لان الكلي بريمير بوحدو معزول هو واحد الايدي كيتاكريمونط راسو. فاحنا هنا ملي نقلبوا في لاطابل انسكريبسيون غنلقاو ان واحد الشخص كيقدر يتسجل في نفس الموديول بزاف المرات، شخص كيسجل في نفس الموديول بزاف المرات. هذه بالنسبه لينا في هذا لا باز دو دوني اللي صوبنا صحيحه. الا كان عندك شي باز دو دوني اخرى تيقولك لا شخص كيتسجل في ماده مره واحده فقط، فانت ديك الساعه يا اما كدير شروط او كدير ما تحتاجش دير انسكريبسيون ايدي، كدير هاد ايتوديون انسكري وانسكري اون هما لي فورين كي بجوجهم يمثلون الزوج ديال لا كلي بريمير. فوالا حتى هي حل اخر. المهم انه لا 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 لاسوسياسيون اللي تكون فيها بلوزيور تتحول لطابل في لا باز دو دوني، وتيبقى عندك تساؤل تاع لا كلي بريمير تاع شنو غتكون، يا اما تكون الزوج تاع لي كلي بريمير بجوج او تنديروها كلي جديده كتزاد وكل وحده كنديروها على حساب واش مكتوب لينا تما ولا اشنو حنا باغيين، لان ماشي هذه صحيحه وهذه صحيحه في كل شيء، لا على حسب انت اشنو بغيتي وفين باغي توصل. فوالا دونك ها انا هنا خليت لكم لو ديال لالغوريثم دو ترانسفورماسيون بصفه عامه ديال لو دياغرام دو كلاس. دونك كي قلنا الخطوه الاولى هو ان كل شاك كلاس دو دياغرام غتولي اون طابل. الخطوه الثانيه اشاك كلاس خاصنا يكون عندنا ايدونتيفيو، الا ما كانش عندنا في لا كلاس راحنا غادي نوحلو في جزء ديال كلي بريمير من بعد. فاولا الا كان عندنا احنا يا كنديرو هو لا كلي بريمير، الا ما كانش عندنا راحنا كنكريو كلي بريمير جديده في لا طاب اللي صوبنا في لا باز دوني. من بعد النقطه الثالثه فاش غنبداو لي غولاسيون، لي غولاسيون التحويل ديالهم كيحكم فيه الكارديناليتي. الغولاسيون اللي تيكون فيها في شي جهه واحد كتامبليكي اوتوماتيكمون انه كتجينيرا واحد لا كلي بريمير لا كلي اترونجير. وبالنسبه للاخرين اللي تيكون فيهم الاطوال اطوال، حنا دائما كندوي على لابولاسيون كنشوفو في الماكسيموم تاعها، كتجينيري اون نوفيل طابل لي لا كلي بريمير ديالها تقدر تكون هي الكوبل ديال لي كلي بريمير، وتقدر تكون في بعض الحالات هي كلي جديده كتصاوب. فوالا دونك هنا واحد لا ديغيير رمارك باش نختمو، اتونسيون ان فونكسيون دي كاردينالتي لي كرياسيون دي زات لا كرياسيون دي زاتريبي نو سورا با لا ميم. Par exemple, les cas de cardinalité واحد donnera un attribut dont la valeur ne devra jamais être nulle et devra référencer une clé primaire d'une autre table, alors qu'une cardinalité 01 donnera un attribut dont la valeur pourra être nulle et devra référencer une clé primaire d'une autre table. Donc, il y a الماكسيموم لاسوسياسيون من بعد نعطيو الترجمه ديالها في الباز دوني، قلنا كنشوفو الماكس والواحد كتعطينا في جهه معينه كاين عندنا الواحد كتعطينا اوتوماتيكمون كلي اترونجير. هنا قلنا اتونسيون ردوا البال، هادشي كامل اللي قلنا صحيح وزوين، غير هو راه فعلا غتعطينا كلي اترونجير ولكن راه المينيموم غيحكم لينا في اشياء اخرى. مثلا الا كانت عندك غولاسيون فيها
الميل دابا حنا من جهه معينه، جهه اخرى فيها بليزيور، ولكن في واحد جهه معينه عندنا فيها صفر واحد. ملي كتقول صفر واحد يرى الماكس واحد، اذا غتولي عندك لاترونجير، ولكن هذاك كيعني بانه راه هذيك لا فالور تقدر تكون تقدر ما تكونش، هي صفر. نرجعوا لهاد الفواتور باش نفهموا اكثر. فوالا دابا حنا هنايا في الفواتور درنا ليها المينيموم واحد والماكسيموم واحد، يعني قلنا بان هاد لا فواتور تتكون ديال شخص واحد اكزاكت، ديال شخص واحد بالضبط. فهاد الشيء اش غيؤدي؟ غيؤدي اننا ملي غنكتبوا هاد الفورين كاي هادي هنا دخول كا نديرو كرييتيبل ونخدمو نديرو هادي، هي عباره على كلي اترونجير تتمثل هاد الايدي ديال لا بيرسون في لا طابل بيرسون، ضروري من ورا الفورين كي نزيدو لا كونترين تاع نوت نول. علاش نوت نول؟ باش نلزمو اي شخص غيدخل لينا المعلومات ديال لا فواتور انه اوبليجي يدخل لينا شكون مولاها، الاي دي ديال مولاها خاصو يكون، ماشي يقدر يكون يقدر ما يكونش، هاد خاصو يكون شكون يعطيها ليا، عطاتها ليا هاد مينيموم تاع انه واحد خاصو يكون. يعني غادي تزيد انت الفورين كي بوحدها لا لا تكفي، غادي تزيد الكونترين تاع نوت نول. اما شي مثال اخر، الا كان عندك في المينيموم صفر وهاد الماكس واحد، ديك الساعه تدير غير الفورين كي صافي، ما تزيدش لا نوت نول، يعني تقدر تكون تقدر ما تكونش، لان الفورين كي بوحدها ككونترينت راه كتخليها نوت نول، كتخليها نول، تتاكسبتي انه يدخل ولا ما يدخلش لك هذاك المعلومه. فوالا دونك اون جينيرال تبعتوا هاد القواعد هادو، غتقدروا انكم ترجموا اي ديغرام دو كلاس تاعكم اون باز دو دوني ريلاسيونيل، وهكذا غتقدروا تبداو لا بارتي ديال كرياسيون دو لا باز دو دوني ودخلوا في لا بارتي ديفلوبمون بدون مشاكل.